السلام عليكم. هذا الفيديو بخصوص إدارة سلف الموظفين من خلال نظام الإمبلويز. عندنا قائمة باسم اللونز، بالقائمة هذه تحتوي على اللونز داشبورد. باللونز داشبورد أنا بطلع لي قائمة بهذا الشكل بكل أنواع السلف اللي عندي بالنظام. نقدر نعرف أكثر من نوع من السلف، كسلف شخصية، سلف اضطرارية، سلف موظفين. فعندي إمكانية أعرف أكثر من سلف. بعد كذا اللي هي عندي إمبلوي لون سلف الموظفين، بيطلع لي كل السلف الخاصة بالموظفين أو طلبات السلف. بعدها عندي أنواع السلف. في البداية عندي بأنواع السلف راح أنشئ نوع جديد. على سبيل المثال عندي اللونز، داخل اللونز بعرف نوع السلفة. بعدها بعرف الحد الأعلى لطلب السلفة. على سبيل المثال الموظف ما يقدر يطلب السلفة هذه إذا قيمتها أكثر من 50,000. بعدها بعرف عدد الأقساط الخاصة بالنوع السلفة هذه. عدد الأقساط هذه مو شيء ثابت، يعني نقدر نعدل عدد الأقساط من نفس طلب السلفة. عندي بعد اللي هي الفوائد، في حالة أن السلفة هذه راح ياخذها الموظف ويرجعها بفوائد، فأقدر أفعل اللي هي الفوائد وأحدد نسبة الفائدة. بعد كذا عندي اللي هو حساب السلف وحساب الخزينة، وعندي يومية السلف. بالطريقة هذه نصير عرفنا نوع جديد من أنواع السلف. في البداية راح نروح على الإمبلوي لون، نضغط على كرييت إنشاء طلب سلفة جديدة. بعدها بنختار اسم الموظف. خلينا نعرف داخل الموظف هنا رقم وظيفي. خلي مدير المباشر نفس اليوزر. تمام. حاليا انا بمجرد ما اختار اسم الموظف تلقائيا بيطلع معي الرقم الوظيفي الخاص بي ورقم الهوية وتابع لأي قسم ومين مدير المباشر. عندي بعد الجوب بوزيشن، بمجرد ما اعرفه داخل الموظف هنا الجوب بوزيشن. مجرد ما اعرف الجوب بوزيشن داخل الموظف بيطلع عندي هنا. بعد كذا عندي اللي هو نوع السلفه، احدد نوع السلفه هل هي سلفه شخصيه او حسب الانواع اللي احنا راح نحددها بالنظام. سبيل المثال سلفه شخصيه. بعدها اللي هي مبلغ السلفه، اذا قلنا مبلغ السلفه 60,000. راح يدفعها على 10 أقساط. حاليا هنا المفترض أن النظام يرفض طلب السلفة هذا، لأن حاليا أنا عرفت أن مبلغ الحد الأعلى للسلفة 50,000. بعدها بضغط على Compute Installment. عندي أيضا هو الريزن، سبب طلب السلفة Compute. بمجرد ما أضغط على Compute بيطلع لي رسالة أن المبلغ السلفة اللي تم طلبه أكثر من راتبين للموظف. كسياسة السلفة بالنظام إن الموظف ما يقدر يطلب سلفة إذا مبلغ السلفة أكثر من راتبين للموظف. إذا راتب الموظف 10,000 ما يقدر يطلب سلفة بقيمة أكثر من 20,000. خلينا نخليها 5,000. عندي أيضا اللي هو تاريخ بداية سداد السلفة أو الاستقطاب من الراتب، راح يكون من 30/5 هذا الشهر. لا خليها 6 أقساط. بعدها بضغط على كومبيوت انستولمنت.
بمجرد ما اضغط على كونتينيود انستولمنت تلقائيا بيطلع عندي هنا اللي هي الدفعات مقسمة على حسب تاريخ بداية السداد، وقسم لي أيضا الأقساط الخاصة بالسلف. بعدها بضغط على Submit Request. بمجرد ما أضغط على Submit Request تلقائيا المدير المباشر الخاص بالموظف راح يستلم طلب لاعتماد السلف الخاصة بالموظف. خلينا نسوي تحديث الصفحة. مدير المباشر راح يوصل الطلب بهذا الشكل لاعتماد الطلب. بمجرد ما يعتمد المدير المباشر confirm، حاليا الطلب راح يصير عند الاتش ار للاعتماد. مسؤول الاتش ار راح يضغط على بيد لون. بمجرد ما اضغط على بيد لون ثم done، تلقائيا في النظام راح يتم إنشاء قيد محاسبي في المالية بقيمة السلفة للموظف 5000. هتكون الإجراء التالي عند المالية اللي هو بسداد المبلغ للموظف. أيضا قسم لي سلفة الموظف إلى 6 أقساط عندي بهذا الشكل. بعد كذا في حالة أن الموظف هذا راح نسوي له إيصال راتب على شهر 5، بمجرد ما اختار اسم الموظف تلقائيا عندي اللي هي انستولمنت لاين بيطلع لي الموظف اذا عنده سلفه حاليا او لا. كومبيوت طلع عندي اللي هو مبلغ السلفه. كريت درافت انتري مارك اسبيد. حاليا بمجرد ما انشانا ايصال راتب للموظف تم صرف الراتب للموظف مع مبلغ الاستقطاع من الراتب للسلفه، راح ارجع على طلب السلفه عندي في اللون لون داشبورد. ظهر عندي هنا دن دن. هذه ما عندها علاقه بالدفع حق السلفه بس عندها علاقه بان في طلب سلفه تم اعتماده. يعني ضغطنا عليه. بعدها انزل تحت عندي في الانستولمنت في حالة ان تم استقطاع الدفعة الاولى من السلفة بتطلع عندي باللون الاخضر. ايضا بيطلع عندي زر باسم البي سليب، مجرد ما اضغط عليه راح يوديني على ايصال الراتب اللي تم استقطاع منه مبلغ السلفة. ايضا عندي امكانية اني ارفق دوكومنت بطلب السلفة للموظف. في ايضا بالاقساط السلف رحنا على القسط الاول عند اللي هو التفاصيل السداد. هذا فيما يخص نظام السلف على الأوضة.